السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة أمال ماهر وسر اختطافها، وإذا كانت يعني قتلت أو ماتت أو كده هنعرف معاكم. احنا طبعا عارفين أمال ماهر من وهي صغيرة، وما كانت بتغني أمام السيد الرئيس السابق حسني مبارك وأشاد بيها، ولما أشاد بيها طبعا فنانين كتير خدوها ولحنوا لها، ومنهم الفنان محمد ضياء اللي هو تزوجها وانجب منها ولد واحد، وفضلت تغني وامتعتنا بفنها. وبعد فتره يعني سنه تقريبا من زواجهم حصل الطلاق، وبعد كده اتعرفت على هو آل تركي الشيخ او التركي آل شيخ، وانتج لها اغاني كتير، وهو راجل سعودي الاصل. وبعدين كده حصل خلاف بينهم، وقالوا ان هو فسخ العقود معاها ووقف لها اغاني كتير، يعني طبعا دي كلها اقاويل الله اعلم بيها من صحتها يعني. وقالوا ان هي يعني احدث معاها خلافات كتير قوي مع اهلها، وده ابنها هوت من زوجها الاولاني محمد ضياء الدين. وبعدين حصل خلاف مع تركي آل شيخ، ولكن الله اعلم دي كلها اشاعات ولا حدثت بالفعل ولا ايه، الله اعلم بصحتها. وقالوا ان هي حاليا انتقلت الى مستشفى، او خطفت او انتقلت لمعتقل، يعني خدوها ودوها معتقل وقعدوا يعذبوا فيها. ده برضو اقاويل ما نعرفش عنها اي حاجة ودي اشاعات. وقالوا ان هي كمان دخلت مستشفى وبدأوا يعذبوا فيها بالضرب وبالاهانات، وكله متعلق بتركي آل شيخ، ولكن الله اعلم هو بريء من الموضوع ده. وهي اعلنت ان هي السنة اللي فاتت هتعتزل الفن خالص ومش هتغني تاني ببقها، يعني اعلنت ببقها، وكانت مطلعة بيان على صفحتها وكمان علني يعني. لكن في الايام دلوقتي، الايام دي يعني الايام ديت، قالوا ان هي اختفت او اتخطفت، وكان في قلق شاكين من يعني قلق شديد جدا من محبيها ومن اهلها طبعا. وسألوا الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين طبعا، ولكن الفنان هاني شاكر اتصل بأهلها وكلمها وقال ان هي كويسة يا جماعة وبخير، وان شاء الله قريبا هتطلع تقول بيان ان هي كويسة، وهتطمن معجبينها وهتطمن محبينها ان هي كويسة ومفيش اي حاجة. وموضوع القتل او الاعتقال او الحاجات دي كلها اشاعات، وان هي كانت في المصيف فاعلنت ان هي كويسة وما فيش اي حاجة ليها، وربنا يا رب يطمننا عليها وينجحها ويمتعنا بصوتها الجميل.